تجريف البنى التحتية وتدمير ممتلكات المواطنين سياسة باتت تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحامها للمخيمات والمدن الفلسطينية. الهدف ضرب القاعدة الشعبية للمقاومة. في جنين ومخيمها بات الدمار مشهدا حاضرا في كل اجتياح واقتحام. هذه المرة دمرت قوات الاحتلال ميادين رئيسة، فيما أعلنت جنين منطقة عسكرية مغلقة وحضرت تجوال داخل مخيمها. هاي حملة منظمة ومتواصلة ضد أبناء وبنات شعبنا في المخيمات، يستهدف المخيمات بشكل خاص، يريد أن يصفوا قضية اللاجئين وحقوقهم حتى يطمحوا إلى تصفية المخيمات برمتها، ولذلك هذا الهجوم على البنية التحتية. ولكن شعبنا صامد، وكل هذه الهجمات لن تكسر إرادته ولن تكسر تمسك اللاجئين بحقهم في العودة. المقاومون في كتيبة جنين تصدوا لقوات الاحتلال بالعبوات المحلية الصنع وبالرصاص، حيث شهد دوار السينما وسط المدينة اشتباكات عنيفة، فيما شن الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين، كما حوصرت المستشفيات في المدينة لمنع وصول الجرحى إليها. يحاول هذا العدو أن يفقد المقاومة الفلسطينية حاضنتها الشعبية، ولهذا يحاول أن يجعل جنين مدينة غير قابلة للحياة بفعل الحصار والاقتحامات والتدمير واستهداف حتى بسطات الخضار في سوق جنين. هذا دليل واضح على جعل الحياة والمعيشة في جنين صعبة، وبالتالي يعني يخلق حالة من عدم الرضا عن أداء المقاومة الفلسطينية. قوات الاحتلال كانت اقتحمت أيضا مخيم عقبة جبر في أريحة وسط الضفة الغربية ونابلس وعددا من القرى المحيطة فيها، وشنت حملة اعتقالات بحق الناشطين الفلسطينيين. من الواضح أن بنيامين نتنياهو يسعى لاسترضاء ائتلافه الحكومي اليميني المتطرف على حساب دماء الفلسطينيين، ولعل ما يحصل في مخيم جنين وغيره من مخيمات الضفة الغربية أكبر مؤشر على ذلك. نسرين سلمي، رام الله، الميادين.